شاهد الكرام، السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج قبل ان يقرع الجرس. ضيوفي لهذه الحلقه الاستاذ سبهان تشاتشان الحديدي القيادي في المشروع العربي. مرحبا بك استاذ سبهان، ضيف عزيز على قبل ان يقرع الجرس. مرحبا بك. كما ارحب بالدكتور علي عواد عبد الله الباحث والاكاديمي. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا استاذ ناصر، شكرا جزيلا. استاذ سبهان، اذا سمحت، يعني كيف تقرا انتخابات مجالس المحافظات؟ يعني تم تجميدها لعشر سنوات تقريبا، يعني اعيدت من جديد، كيف تقرا هذه الانتخابات؟ هل من ممكن ان يعني تحقق شيئا لأهالينوا اللي ينتظرون من هذا المجلس الكثير؟ تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمه السلام الله وبركاته. استاذ، الناس او الشعب بالمحافظه يرى انه يعني كان الكثير من الناس انه مجالس المحافظات او اعضاء مجالس المحافظات يعني بالاعوام السابقه انه هو دور زايد يعني. لا. في المحافظه يعني حلقه زايده. لكن احنا نرى انه وجود مجالس المحافظات ضروري. لا. بالنسبه للمحافظه. لا. ليش؟ لانه عضو مجلس المحافظة هو من أهل نينوى. نعم. ويكون قريب على المواطن سواء. نعم. كان من ناحية أو من قرية أو من داخل محافظة نينوى. نعم. حتى ينقل معاناة المواطن إذا من ناحية الخدمات أو من ناحية المؤسسات الصحية. يعني احنا تعرف. العفو استاذ سبهان، واجب عضو مجلس محافظة إضافة إلى عمله باللجان حضور الجلسات. نعم. واجبه رقابي. رقابه كتابة المشاريع، عمل الدوائر. يعني من المواطن يحتاج في مشكله ما يطرق باب احد اعضاء المجلس ممكن يتعاون. يعني استاذ، هو بالنسبه للمواطن يعني صار عنده صوره، يعني حلقه ربط بين المواطن والمحافظه. لكن المواطن انه يجب على المواطن انه يختار الشخص اللي نزيه، يعني يعرف حسن الاختيار. حسن الاختيار هو ضروري جدا. المواطن بالموصل او اي محافظه اخرى صار عنده يعني احباط من الاعوام السابقه، كثرة الوعود. وعود وبلا تنفيذ. يعني بالنسبه للمواطن يريد واقع حال، يريد يعني يشوف اكو عمل جاد يعني بالمحافظه. ما يعني احنا سابقا نسمع حكي وماكو تنفيذ يعني على واقع الحال. يعني الانسان يريد خلاص بالعمل. يعني العضو مجلس المحافظه اللي هو يرشح نفسه او يريد يصل للمحافظه لازم يكون اول شيء مخلص مع الله سبحانه وتعالى، حتى ومن ثم المواطن. لانه انت انسان اذا ما عنده مخافه الله سبحانه وتعالى ما راح يقدم شيء للمواطن، لانه اذا بس نظره ماديه وهذه المصالح خاصة يقدم مصالحه الشخصية على المصالح العامة، ما راح يقدم للمحافظة شيء. خلينا نشوف رأي دكتور علي. دكتور علي، أيضا يعني كيف تقيم عودة العمل في مجالس المحافظات؟ كيف تقرأ هذه العودة؟ هل ممكن أن تحقق شيء لأهالي نينوى؟ يعني تعرف نينوى عانت كثيرا على مدى السنوات السابقة، والمواطن ينتظر الكثير أو أي بارقة أمل من المجلس القادم. تفضل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أود أن أقدم شكري إلى يعني قناة الموصلية بملاكها الفني والإداري، وإلى حضرتك الأستاذ عبد الناصر الإعلامي الجميل والمواظب دائما على تقديم كل ما هو جميل. وأنا سعيد حقيقة اليوم بمعيتكم. احنا أسعد إن شاء الله سبحان اليوم في هذه الحلقة الخاصة بمجالس أو انتخابات مجالس المحافظات. بالعودة إلى سؤالك أستاذ عبد الناصر، يعني من المعروف أو من المفترض أن مجالس المحافظات لها شقان من العمل، شق تنفيذي تشريعي وشق رقابي. مجلس نواب مصغر. نعم، مجلس نواب مصغر أو حكومة مصغرة في داخل المحافظة. فإذا هي عبارة عن حلقة وصل، مثل ما تفضل أستاذ سبهان، حلقة وصل بين المواطن في داخل المحافظة وبين السلطة المركزية. وانت تعرف يعني هناك او حتى الحكومه المحليه. نعم. نعم. هناك يعني بلدان كبيره جدا، يعني لا يمكن ان يصل القرار بسهوله، لا يمكن ان ينفذ بسهوله، ولا يمكن ان تطبق القوانين بسهوله، فتحتاج
بشكل دائم إلى العفو إلى من يقوم بمتابعة هذه القوانين، إلى من يرص أكتاف المسؤولين لتنفيذ هذه القوانين. فيما يتعلق بمحافظة نينوى، محافظة نينوى محافظة بعيدة نسبيا عن بغداد، ومحافظة كبيرة فيها مقدرات يعني عمرانية، مقدرات بشرية فكرية اجتماعية اقتصادية كبيرة جدا، تحتاج إلى يعني الكثير من العمل في مجالس المحافظات لتأدية هذا الواجب الرقابي وكذلك الواجب التشريعي. نعم. طيب أستاذ سبحان، يعني تعرف عودة انتخابات مجالس المحافظات، البعض مثل ما قلت جنابك قبل شوية يراها حلقة زائدة، مصرف زائد، ثقل على كاهل الدولة. الدولة نعم. لكن البعض الآخر جهة أخرى يرى أن عودتها مهمة جدا. ليش؟ لأنه يعني مجلس محافظة اعتباره مجلس نواب مصغر، قريب من الشارع، قريب من هموم الناس، يناقش مع واقع المدينة، احتياجات المدينة، مشاريع استراتيجية. إذن وجود مجلس المحافظة مهم بعد هذه التجربة وهذا المخاض العسير اللي عاشته هنا. تفضل. تمام. بالنسبة مثل يعني ما تفضلت، وجود مجلس المحافظة في نينوى أو أي محافظة أخرى ضروري جدا، يعني بما أنه إحنا رأينا بالأعوام اللي عشناها من بعد حل أعضاء مجلس تجميدهم، تجميدهم العفو، تجميد أعضاء مجلس محافظة نينوى، أنه أكو أشياء رقابية غابت يعني بالنسبة من ناحية هو الأمور التنفيذية. حتى يعني نتعاون أنا وأنت، كان صار الثقل بعد غياب مجلس المحافظات خاصة في هذه الدورة بالضبط على أعضاء مجلس النواب. تعرف أعضاء مجلس النواب أيضا عندهم عمل كبير، عمل في فشوفكوا يعني صعوبة تواصل مع الناس، لأنه عنده شغل في بغداد، عنده شغل في نينوى أيضا، فصعب على مجلس النواب يجمع بين هاي الحالتين. أكيد سعد، يعني بالأعوام اللي رأيناها يعني بعد تحرير مدينة الموصل، أنه وجود مجلس محافظة نينوى ضروري جدا. نعم. لأنه كونه هو عمل رقابي بحت يعني. نعم. يوم مثل ما تفضل الأستاذ ينقل معاناة المواطن. نعم. بشكل مباشر. نعم. بين المواطن والمحافظ. نعم. محافظة نينوى. نعم. يعني أي مشروع يعني يتلكى في محافظة نينوى بوجود مجلس محافظة، أعضاء مجلس محافظة رايح ينطيهم دافع لأنه المشروع يتابعونه ويعالجون المشكلة حتى يتنفذ المشروع بشكل صحيح، ويكون المشروع منفذ حسب متطلبات المواطن. يعني دكتور علي، احنا نعيش في نظام حكم اتحادي لا مركزي وفق الدستور الموجود. نعم. يعني اذا بعد كل هذا الحديث الدقائق اللي تحدثنا بها، اذا وجود مجالس المحافظات بات ضروريا لكل مواطن ولكل محافظه انه يكون بها مجلس يمثلها خير تمثيل، ويكون خير عون وسند لاهلها لاسترداد حقوقها، مطالبه بحقوقها. تفضل. نعم. يعني في الحقيقه هناك مشكلتان متعلقتان في هذا الصدد. يعني الحكم الاتحادي في العراق لا يزال طور التطبيق وطور الافتراض، نحن بالعقلية السياسية العراقية ورثنا حكما مركزيا متمثلا بالأنظمة السابقة، فكل الأشخاص الذين تقابلهم الآن في الشارع ميال إلى هذا الحكم من حيث الافتراض، فتطبيق هذه الأحكام الاتحادية و إعاز اتخاذ القرارات إلى المحافظات أمر يعني يحتاج إلى وقت. هذه قضية. القضية الثانية أن مجالس المحافظات للأسف الشديد يعني لم تؤدي الدور المثالي في أغلب محافظات العراق. ربما محافظة يعني ميسان تميزت بهذا الموضوع عن طريق المحافظ الذي نسق أمره مع أعضاء مجلس المحافظة، فكانت الخدمات هي خير شاهد على ما قام به.
التلكؤ الذي حصل في يعني عمل مجالس الانتخابات في الفترات السابقة، يعني من عام منذ أن أسست مجالس المحافظات إلى اليوم، أدت إلى نشوء صورة ذهنية مركبة طبعا سلبية تجاه هذه المحافظات، ما أدى إلى إلغاء هذه هذه المجالس عبر قانون مجلس النواب. لكن هناك ضرورة لإنشاء هذه المجالس على الرغم من هذه العيوب، على الرغم من هذه التصدعات، على الرغم من حجم التقصير الذي حصل، لأن الفائدة بالنهاية ستكون لأبناء المحافظة الواحدة، باعتبار أن المسؤولين سيكونون قريبين جدا من المواطن، سيتابعون الأعمال، سيواظبون على متابعة كل المشاريع المتلكنة. أستاذ سفهان، هو يعني لكم مرشحين كثر أكيد، لكن من اللي يختار؟ وبالتأكيد الناخب المواطن. زين، الناخب وصل إلى مرحلة من الوعي يعرف أنه كيف يختار بعد هذه السنوات، بعد هذه المشاكل، بعد هذه الصراعات؟ يعني مو المفروض يكون عندنا مواطن يفرق يعني بين الأبيض والأسود؟ نعم. يعرف يعني خطأ مرة مرتين يعني عذرا في اختيار البعض، لكن هالمرة يعني البعض يعتبرها الفرصة الأخيرة أكيد. أنه لازم نختار شخصيات حقيقية تمثلنا بشكل صحيح. نعم أستاذ، بالنسبة للمواطن يعني بالسنين أو الأعوام السابقة أنه يختار اختيار عشائري أو مناطقي يعني هذا من خالتي ومن عمتي، أقاربي، هذا من يعني المقربين. فالمواطن الاختيار الصحيح يعني يكون أنه يختار الشخص النزيه يعني من كافة النواحي. نعم. يعني النزاهة ضرورية جدا بالنسبة للمرشح. نعم. يعني الإنسان من تكون عنده نزاهة، تكون عنده رصانة، يعني تكون عنده يعني تحمل مسؤولية صحيح، يعني بشكل صحيح، لأنه إذا انعادت يعني نفس الانتخابات أو الأعوام السابقة أو نفس السيناريو أو نفس الوجوه، إحنا مع احتراماتي لكل كل الشخصيات السياسية السابقة المحترمة، إنه الإنسان يعني إحنا 20 سنة مرت مر البلد، يعني الناس تريد إنه بلدها يزدهر، يعني الموصل بلد حضاري عريق، يعني مو بلد عادي، يعني بلد حضارات، يعني مدينة الموصل تستحق إنه تزدهر أكثر وأكثر من كافة النواحي السياحية، لأنه هي مدينة جميلة. يعني أنا بالنسبة لي مدينة الموصل يعني تمشي بدمي، يعني أحب أطيافها كام، يعني كافة أطياف نينوى عندي علاقات معهم، يعني يعرفوني من كنت طالب بالكلية، يعني أصدقائي الناس المسيحيين اليزيدي، من إحنا ما أريد أذكر هذه الكلمة بالنسبة للطوائف، كنا عراقيين وعراقيين فيعني نحتاج إنه مدينتنا تزدهر أكثر وأكثر. لأن هذا الازدهار مو لازم يعني عن طريق الوعي المجتمعي بالضبط، أعرف يعني كيف أختار، يعني ليش أستعجل، يعني هو أو ليش أنطي مثلا وعود لفلان وما قدم بالوعود، مو قدر المسؤولية يعني. ليش يعني الإنسان يعني هسه كل المرشحين أو يقدم وعود، الوعود يعني الإنسان يعني ما يعمل أي شيء إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يقول ويريد مثلا يقدم باستطاعته بمعاونة الله سبحانه وتعالى، بس يخلي المدينة بقلبه، يعني مدينة الموصل، يعني قلت لك أني بالنسبة لي يعني أحب يعني كل أطياف أهل نينوى، يعني المصلاوي، يعني أنا إنسان من قرية، يعني ابن قرية يعني، لكن أغلب أصدقائي هم من مدينة الموصل، وكذلك أصدقائي المقربين أكراد يعني من كردستان العراق، يعني يعني أحب المدينة ترجع بكل أطيافها، مدينة حلوة يعني شفناها سابقا. العفو أستاذ سفهان، يعني آسف على المقاطعة أستاذ عبد الناصر. يعني هناك ردة فعل
حقيقية أصبحت لدى يعني كل ناخبي العراق عموماً ومحافظة نينوى خصوصاً، أن هذه التجارب الانتخابية يعني منذ عام 2003 ويعني لحد اليوم لم تجدي نفعاً. يعني كل ما ننتخب شخص نعتقد أنه الشخص المناسب، الشخص الصادق، الشخص الأمين كذا، بعد الانتخابات أو بعد الفوز نتفاجأ بأنه أصبح شخصاً آخر. هذه هي المشكلة الكبيرة. ويعني هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جرح من جحر مرتين، لكن نحن مجبولون على هذه القضية. يجب أن يخرج من هو يمثل هذه المحافظة بكل أطيافها وبكل مسمياتها. في قضية الوعي، يعني وعي الناخبين، أنا وعي السياسي والاجتماعي ناقش لها، وعي السياسي في داخل المحافظة. نعم، بالتأكيد بالتأكيد اختلف الوعي السياسي في داخل المحافظة بعد سنة 2017 اختلافا كبيرا. يعني بعد أن كانت قضية الانتخابات قضية هامشية في أذهان الكثيرين، أصبحت اليوم قضية من صلب العمل العشائري على سبيل المثال، من صلب العمل المجتمعي. لكن هناك مؤشرات حقيقية على بعض يعني أجزاء المجتمع العراقي، مثل عندنا فيما يتعلق بمراكز المدن، مراكز المدن لا تشارك في الانتخابات، أصبحت هذه ردة فعل قوية. الأطراف أصبحت مبادرة إلى هذا العمل الانتخابي بشكل كبير. حتى في يعني موضوع استلام البطاقات، يعني تتفوق القرى والأقضية على داخل. بالضبط. يعني أنا في منطقة الرشيدية، ومنطقة الرشيدية تقريبا هي في داخل يعني قضاء الموصل، لكن منطقة في أطراف المدينة، حققت هذه المنطقة نسبة عالية جدا في تسليم البطاقات الانتخابية تفوق على كل مناطق مدينة الموصل. هذا يعطي مؤشر بأن هناك وعي أصبح في المناطق الخارجة عن المحافظة، وتحتاج يعني أنتم يعني مرشحين في الفترة القادمة تحتاجون إلى مناقشة هذا الوعي في داخل محافظة، في داخل مدينة الموصل، لا سيما وأن انتخابات سانت ليو حددت محافظة نينوى بوصفها دائرة انتخابية واحدة، فبإمكانك اليوم أن تنافس في كل مكان في كل القرى وكل النواحي وكل المقاطعات الموجودة في محافظة نينوى. عندك تعقيب؟ مثل ما تفضل الأستاذ، انه الوعي الانتخابي بالقرى والنواحي يعني اكثر من محافظتين. نعم. وانا بالنسبه لي انه ارى انه ضروري تكون الوعي داخل محافظتين. نعم. داخل مدينه الموصل، داخل مدينه الموصل. يعني لكون كون هناك شخصيات يعني تعليميه، أساتذة، تقصد نخب، احنا خلينا من الهلالي. نخب محافظه نينوى يعني يكون دورهم مهم جدا. نعم. ببناء هذه المدينه. نعم. لانه المدينه هي انبنت باهلها، يعني بجهود، يعني بجهود اهلها. وخلينا نحكي انه ابناء مدينه الموصل اللي المواصله. نعم. يعني الأصليين. الاصليين. نعم. هم لهم دور اساسي ببناء مدينه الموصل. نعم. يعني اكثر من ابناء خارج المدينه. نعم. طبعاً. يعني طبعاً. لأنه ابن مدينة الموصل يعرف عن الموصل بكل أهلوك أدربي شعبي. نعم. أهلينا. نعم. ويعني قلت لك أنه بالنسبة للنخب الموجودة بمحافظة نينوى يعني نخب عظيمة. يعني أنا بصراحة فقط عندي مثال. يعني قبل الكلام بس إذا سمحت. تفضل. يعني تفضل. أتحدث وأسألك عن النخب. تفضل. يعني البعض يقول هذه النخب اللي ذكرها أستاذ سبحان غائبة عن المشهد. نعم. بعيدة عن المشهد. أكيد. يعني ليش ما تكون قريبة من المشهد؟ يعني على الأقل تقوم بتثقيف بتوعية الشارع حتى يختار شخصيات مهمة نزيهة مثل ما قال أستاذ سبحان، تحقق شيء لنينوى بعد هذا. نعم. الأستاذ عبد الناصر، يعني ما يعاني منه النخب في محافظة نينوى قضية نفسية. نعم. أنا حسب تصوري يعني. نعم. قضية تتعلق، ما قلت ردة فعلكم، قضية نرجسية بعيدة عن. نعم. مسألة ردة الفعل، ردة الفعل مجتمعية، أما النخب. نعم. حصرا هناك قضية نرجسية، يجد نفسه هذا الكفوء، أو سواء كان في مكان معين أو مجال معين، يجد نفسه يعني في مكان هو أرفع من قضية التعامل مع الانتخابات
وتداول هذه المواضيع أو الخوض أو الانتخاب أو الاقتراع إلى آخره، يجد نفسه في عالم مختلف آخر يعني. ولذلك في مرة من المرات جلست إلى أحد الأصدقاء من الأساتذة الجامعيين، فبدأ يتذمر من الوضع ويشتكي وكذا، كانت لديه معاملة يعني مؤخرة في مسألة الترقية. فسألته سؤالا، فقلت له: انتخبت من في الانتخابات السابقة؟ قال: أنا انتخب، معقولة أنا انتخب؟ ما انتخب أنا أحلم. قلت له: زين القبلها؟ قال: أنا بحياتي ما مشارك بانتخابات. قلت له: ما من حقك تلوم، أنت ما من حقك تلوم، يعني أنت عبارة عن أي شيء موجود في هذا البلد ما يحق له الاختراع، أنت ضيعت صوتك. فهذه الإضاعة ذهبت إلى أيدي المفسدين ووضعت في صناديق المفسدين، وهذه النتيجة. طيب أنت بادر إلى يعني إلى العمل، بادر إلى المشاركة، بادر إلى أن تضع النقاط على الحروف وتنتهي المشكلة. أستاذكم بالفاصل بعدها نكمل الحوار. شاهد كلام فاصل وقصير ثم نعود. شاهد كلام، أهلا بكم جديد ضيفي العزيز الكريمين، رحب بكم مرة أخرى. في قبل أن يقرأ جرس دكتور علي، يصير مشاركة انتخابية في أي انتخابات، يعني ما معناه أنه المواطن بدأ يدرك أهمية هذه الانتخابات وأهمية صوته اللي هو صوت أمانة، حتى يعرف كيف يختار الأشخاص أو الشخصيات اللي ممكن يتقدم شيء لنا. يعني هو قضية طبيعة المشاركة أو نسب المشاركة في الانتخابات مرتبطة بقضية مهمة جدا، وهي مسألة الخدمات، لأن الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس وحقيقي كانت غائبة خلال الفترات السابقة، فالمواطن لا يجد نفعا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتقديم صوته، لأنه يجد أن هذه العملية عبثية جدا. اليوم محافظة نينوى أو مدينة الموصل بشكل عام تشهد فورة عمرانية كبيرة، هناك تبليط واسع للشوارع، عمل المجسرات، عمل المستشفيات، هناك تغيير. هذا التغيير ليس تغييرا شكليا فقط، إنما انعكس على نفوس أهالي المدينة، فأصبح هناك وعي في داخل يعني في داخل المواطنين، أصبح هناك انتماء للمؤسسة، حب لهذه المدينة، وعي فيما يتعلق بالنظافة، بالسلوك، باستراتيجيات العمل الداخلي. لذلك من المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات القادمة ازديادا في عدد النسب لصناديق يعني الأغلبية الصامتة ستتهشم، ولكن هناك أغلبية صامتة قوية دائما ما تكون حاضرة في كل الانتخابات. تعرف دكتور علي، من خلال ما ذكرت جنابك أكو طاقات شبابية بدأت تبرز، يعني من عمليات التحرير و حد اليوم، يعني منظمات، تجمعات شبابية بدأت يعني لديها أفكار جميلة. هذه لو تتبنى حكوميا يمكن تفرز لنا مشاريع. يعني التفاتة جميلة أستاذ عبد الناصر، الطاقات الشبابية دائما ما يكون الرهان الحقيقي على الشباب في التغيير في العمل، لأن يعني مثل ما تعرف الشاب يمتلك طاقة بدنية كبيرة، طاقة فكرية، طاقة اجتماعية. ما ينقص الشباب في محافظة نينوى يعني سواء في العمل المجتمعي أو العمل السياسي أن هنالك سطحية في التعامل مع هذه المواضيع. السياسة في يعني بلدان غير العراق أستاذ عبد الناصر تصنع صناعة، يعني حالها كحال كل المجالات الأخرى. هناك مراكز لصناعة الوعي الاستراتيجي السياسي في كل البلدان. ليش نفتقد هذا في نينوى؟ هذه مشكلة مثلا مشكلة وزارة الخارجية، مشكلة الوعي القومي، مشكلة الأمن القومي، مشكلة كل الوزارات أنها لا تدرج السياسة ضمن يعني مفردات العناية المركزية. هناك مراكز خاصة، وهذه المراكز تكون في الغالب هي مراكز أهلية، يعني منظمات المجتمع مؤثرة جدا، تصنع شباب واعين يعرفون كيف يتعاملون مع القضايا السياسية. ولذلك احنا دائما ما يعني نعيب على بعض الكتل انها تقدم اسماء ضعيفة للانتخابات، يفشل فيحترق هذا الشخص لانه غير مؤهل يعني لاداء الانتخابات. مع العلم وجود شخصيات كبيرة جدا تستحق الترشيح وتستحق التقديم. السياسة هي صناعة مهنية وصناعة كاملة. أستاذ سبحان،
يعني المرشحين لأي انتخابات كانت مجالس المحافظات مجلس النواب ما يحتاجون دورات تأهيلية تطويرية كيفية التعامل الوقوف والتعامل مع وسائل الإعلام مع الناس، يعني لازم أكون في التطوير لقابليات المرشح يعني حتى يعرف شلون يقعد شلون يتحرك، يعني هذا الأتيكيت احنا ليش نفتقده. أكيد أكيد أستاذ، يعني هي بالنسبة للثقافة يعني مهمة بالحياة. نعم. الإنسان يعني الثقافة الإعلامية أو الثقافة التعليمية يعني هي اللي لها دور مهم جدا، وأي شخص يعني جديد على أي عمل سياسي أو أي عمل يعني يحتاج إلى دورات. تعرف السياسي يكون شخصية عامة يعني أكيد. مراقب من كل العيون. نعم. تصرفه تحركه شلون يتعامل مع الناس شلون يستقطب الناس شلون يتقبل أكيد. مثلا حتى عذرا النقد بالضبط. يعني شلون يتقبل النقد شلون يتعامل مع هذا النقد. نعم. هو يجب أن يعني يكون صدر واسع. نعم. يكون يعني له دور. نعم. ومع كافة مجالات الحياة. نعم. مثل ما تفضلت أنت يعني يحتاج إلى دورات. نعم. تثقيفية أو دورات تطويرية لل يعني حتى يقدم أفضل. نعم. يعني في يكون مهيئ أستاذ سمان يكون مهيئ من يعني يلتقي به مثلا في فضائية يعرف فيه. كيف يتعامل كيف مع الأسئلة كيف يجاوب بالشارع من يجي ضيف بالمجلس مواطن يعرف يعني لازم جدا. يعني يكون يتعامل سياسة فن يعني فلازم الإنسان اللي يعمل في هذا المجال يكون فنان في عمله حتى يعرف يقنع الجميع يعني أمر مهم كافة مجالات الحياة مش شرط بالعمل السياسي لا. الخاص هي يعني سياسة فن الممكن ممكن يعني نعم. أنت الإنسان لازم يكون سياسي نعم. لأنه هذا أسلوب نعم. بالحياة نعم. يعني أنا كوني طالب ماجستير نعم. الموضوع ما يعني الأطروحة اللي نعم. أشتغل بها هي نعم. رسالة الماجستير نعم. إيه يعني نعم. تحكي على الأسلوب نعم. وتغيير الأسلوب نعم. وكيف تتعامل مع أي شخص إذا كان نعم. شخص يعني تتكلم مع شخص مثقف مثل الدكتور نعم. أو تتكلم مع شخص بالشارع نعم. أو تتكلم مع إنسان حتى بالسوق يعني نعم. يعني أنت تمشي فالكل مكان أسلوب يعني أكو لغة خاصة لغة نعم. خاصة نعم. أنت نعم. لازم تستخدمها نعم. يعني هو هذا ضروري جدا بالتأكيد يعني. بما أنه إحنا عدنا على اللغة يعني إذا عدنا على يعني الجذر اللغوي لكلمة نعم. السياسة يعني هي منحدرة من ساسة يسوس الخيل نعم. فأنت تعرف أن الخيول تحتاج إلى مروض خاص ودائما هي متمردة على يعني مو أي شخص نعم. يأتي فيركب الخيل نعم. فكذلك السياسة ستواجه بالكثير من المشكلات والكثير من العقبات فعليك أن تحاول أن تسايس هذه العقبات بما يتلائم مع فكرك. هذه القضية قضية يعني صناعة السياسة كانت هاجس كبير يعني لدي أنا شخصيا ولذلك كنت دائما طبعا أنا في منظمة يعني منظمة رابطة دينة والخريجين وحملة الشهادات العليا في قسم التنمية البشرية تحدثت مع الأصدقاء العاملين معي فقلت لهم أن السياسة يجب أن تصنع في هذه المحافظة وبادرنا إلى إنشاء أكثر من دورة وأكثر من محاضرة في قسم التنمية البشرية لإعداد يعني نماذج حية وبث الفكر السياسي الحي في داخل المحافظة لكن دائما ما يعني دائما ما يقال أن اليد الواحدة لا تصفر إذا لم يكن هناك دعم مواصلة إذا لم يكن هناك إذا لم تكن الحكومة المحلية في داخل المحافظة تعنى بهذا الأمر بالتأكيد يعني لن تصل إلى نتيجة. طيب يا دكتور علي الوصول إلى مقعد في مجلس المحافظة برأيك يعني راح يكون سهلا أم ستكون هناك مواجهة أو منافسة مثل نعم. ما قال أستاذ سبحان منافسة بين الجميع حتى الظفر في أي مقعد؟ هذه الانتخابات المرتقبة انتخابات مجالس المحافظات حسب ظني هي أصعب انتخابات نعم. لمجالس المحافظات منذ 2003 لحد الآن نعم. لعدة أسباب نعم. من هذه الأسباب هو نمو الوعي السياسي نعم. الوعي السياسي يعني أنت عندما تواجه شخصاً واعياً بالتأكيد ستواجه مشاكل لأنه سيفكر مثل ما تفكر سيبحث في المناطق التي تبحث عنها وهذه هي مشكلة بالنسبة لدي فالآخرون مثل ما يقول سارتر الآخرون هم الجحيم نعم.
فالمرشح الذي يقف أمامك والشخص الذي يسعى إلى تدعيم مشروعه الانتخابي يعني هو مشكلة بالنسبة لديه. هذا جانب. الجانب الآخر أن يعني قانون الانتخابات في مجالس المحافظات الجديد فتح المجال أمام الكتل السياسية اللي تنافس في كل بقاع محافظة الديمقراطية. نعم أصبحت يعني بعض الكتل التي كانت محصورة في مناطق معينة الآن تلعب بعرض الساحة يعني، وهذه قضية أيضا شكلت عائق أمام الوصول إلى مجالس الانتخابات. طيب أستاذ سبهان، نتراجع أي دائرة، هناك روتين روتين قاتل يعني البعض عذرا سماها شباك الذل، هي مصطلحات موجودة بالتواصل الاجتماعي بغير مكالمات بالشارع كي. يقول لك هذا كله صار لأنه غياب مجلس محافظة فاعل ما موجود بالأرض، هو هذا يعني واحدة من الأسباب اللي أثرت على مراجعة المواطن. إذا أسأل أي مواطن يقول له راعي لك يا معود وأنا أتعب وكذا وروتين، إحنا ليش هذا الروتين ملاصق عملنا في دوائرنا هنا وشنو السبب وأثر على المواطن؟ وغياب مجلس محافظة أثر أيضا وخلى الدوائر مثلا أكيد تتبنى هذا الروتين له. أستاذ العزيز يعني كل دوائر محافظة نينوى أو المحافظة الأخرى، لكن إحنا أهمنا محافظة نينوى. نعم. يعني دوائر محافظة نينوى. نعم. يعني ممكن إنه يكون قلة الموظفين. نعم. يكون سبب. نعم. يعني سبب بهذا الزخم. تقصد ملاك الدائرة. نعم. ملاك الدائرة إذا كان مثلا قليل أو يعني عدم الموظف الموجود يعني الإمكانية اللي عنده تكون إمكانية محدودة، ويعني ينظر المواطن أهم شيء بال يعني بالمدينة. نعم. يعني ليش المواطن أهم شيء؟ لأنه أنت أستاذ شبان أنا ما راجعك إذا ما محتاجك بالضبط. يعني أجي أقف يم شباكك عندي معاملة حتى تمشي لي مشي لي وأنت تاخذ راتب مقابل هذا. هذا عملك بالنسبة للموظف. نعم. أنت هو هذا شغلك. نعم. هو هذا يعني عملك. أنت شغلك تخدم المواطن. نعم. احنا الموظفين هو خادم لكل أهالي نينوى. نعم. يعني أي موظف يعني لازم يحس بمعاناة المواطن كأنما هو يعني. نعم. يعني أنا مثلا موظف بدائرة دائرة صحة أو دائرة تربوية أو أي دائرة أخرى ويجيني مراجع. نعم. شنو الضرر بعضهم يجيك من القرى والأرياف. آه. نعم. شنو الضرر إنه أقدم له الخدمة مالته. نعم. بسرعة. نعم. يعني بأسرع وقت. نعم. نعم. مو يعني مو شيء يعني هذا بالعكس هو. نعم. الإنسان أستاذ نشوف إحنا أكو مدراء دوائر يقول لك رحم الله والدينا هذا المدير. نعم. إنسان طيب. نعم. وإنسان متعاون مع المواطن. نعم. ويقدم للمواطن المعاملة يعني تمشي عنده بسرعة. نعم. يعني هي هذه هو هذا ما يريد المواطن. يعني المشاكل اللي احنا نعانيها محافظة نينوى. نعم. هي يعني الروتين القاتل اللي يصير بالسواء دائرة تشوفها بالشارع من كل الناس. يعني يعني اغلب الناس يسولف يعني لك احنا هيك. احنا دائرة مثلا شفنا عندنا سيارات ورحنا على دائرة. نعم. مرور كردستان. نعم. يعني موظفين التعامل. ايه موظفين يعني موجودين عدد كبير. نعم. هي المعاملة تنجز بدقائق يعني دقائق يعني. هسه احنا نشوف انه دوائرنا بدت يعني تكون افضل من يا قبل. الله. يا الله شو يريد المواطن يعني يداومون مثلا الى ااوقات متاخره من الليل. نعم. شفنا المرور. نعم. يعني. نعم. وهذا اكو دوائر. نعم. دوام مسائي جوازات وغيرها. نعم. فانه يعني بالنسبه احنا ليش قلنا انه مجلس المحافظه ضروري موجود. نعم. نعم. حتى المدير الدائره الفلاني مثلا ما متعاون مع المواطن يبدل يعني يغير. نعم. يعني نعم. لازم عندهم صلاحيات. عندهم صلاحيات تغيير. اذا تسمح تفضل. هذه القضيه يجب ان نقف عندها، قضيه الروتين في محافظه نينوى. لماذا نحن دائما نتصدر يعني كل محافظات العراق بالروتين؟ واصبحت شماعه معلقه على يعني اكتاف الموصليين واكتاف يعني كل اهالي محافظه نينوى. نعم. وكل ما تذهب الى محافظه يعني هناك صوره ذهنيه سلبيه جدا عن العمل الوظيفي في داخل محافظه نينوى. بالضبط. القضيه عائده الى سببين رئيسيين. نعم. السبب الاول ان محافظه نينوى محافظه كبيره جدا. نعم. يعني لا تقارن هي ثاني اكبر محافظه في العراق، لا تقارن بالكثير من المحافظات سواء بالوسط او الجنوب. نعم. هذه نقطة. يعني مثلا عندنا احنا في تربية نينوى
تربية نينوى المفروض يكون شطر، المفروض هناك شطر أقل شيء تربية الجانب الأيسر وتربية الجانب الأيمن، المرور أيضا في بغداد هناك 6 مديريات عامل التربية. نعم نعم، يعني 5 ملايين نسمة على تربية واحدة أكيد سيكون هناك زخم كبير، ويكون هناك زخم ويكون هناك دائرة التقاعد أيضا غير بالضبط. يعني هناك تقصير من الحكومة المركزية في مراعاة الدوائر الحكومية العامة في محافظة، هذا عمل مجلس النواب لا تتأقلم، طبعا عمل مجلس النواب وعمل أيضا يعني منظمات المجتمع المدني المطالبة بهذه الحقوق. يعني هذه الدوائر الموجودة في محافظة نينوى ولا تتأقلم بشكل أو بآخر مع سكان المحافظة، هذا جانب. الجانب الآخر نفسي، الموظف في محافظة نينوى لا يريد أن يبادر، لا يريد أن يتشجع لكسر بعض يعني القوالب والقوانين، دائما يخاف من السلطة المتردد، يخاف من بغداد، يخاف من المدير العام، يخاف من، ولذلك هناك تحفظ على يعني خرق بعض القوانين، وهو ليس خرقا هو مرونة. ترى هذا أصعب، هذا الجزء الثاني اللي هذا هو أصعب. الأهم، هو الأهم. هذا متمثل في كل أهالي محافظة نينوى بالمناسبة. دائما نحن نخاف من، يعني نخاف من المبادرة، نخاف من العمل المباشر. طيب يعني خلصت نعم. التعليق الخاص بك. نينوى تحتاج إلى مجلس إلى عضو مجلس محافظة ميداني أم مكتبي برأيك؟ بالتأكيد المواطن عندما يرى يعني عضو مجلس المحافظة، وعندما يرى المدير العام، وعندما يرى المسؤول يتجول في الأزقة الضيقة في الشوارع العامة، يشعر بأن هناك هماً داخلياً لهذا المسؤول. المكتبية خلاص انتهت لها رجالها، أما المسؤول اليوم يجب أن يكون ميداني، يعاين بشكل مباشر المشاكل الموجودة في داخل الشارع، يسمع، يرى، يتكلم مع الناس، يتداخل معهم بشكل أو بآخر. نعم. فالميداني أكيد هو الأهم. نعم. طيب راح يضطر البعض من الناخبين إلى بيع بطاقاتهم الانتخابية مثل ما جرى انتخابات مجلس النواب، هذا اللي بيعها ب50,000 75,000، عائلة تبيع البطاقات مالتها. والله أستاذ لو العفو دكتور قال صار عندنا وعي إن شاء الله مجتمعي، يعني ممكن أنه تتغير هذه الحالة لو إن شاء الله، يعني أنه الإنسان يعني يحاسب نفسه. نعم. أنه هذا أمانة، هذا الصوت أمانة. نعم. يعني يجب عليه أنه يضع هذا الصوت بمكانه الصحيح. نعم. يعني يختار الشخص اللي يكون يشوفه شخص مناسب. نعم. وجه مقبول من كافة يعني أطياف نينوى. نعم. شخص يعني يرى بأنه هذا الشخص بالمستقبل ينقل معاناة هذا المواطن. طيب من راح يتفوق؟ الوجوه القديمة اللي عملت هي مجلس المحافظة، مجلس النواب، وما حالف الحظ أنه تفوز، أم الوجوه الشبابية الجديدة برأيك؟ والله يعني احنا بالنسبه للوجوه القديمه قلت لك مع احتراماتنا ويعني نعم كلهم محترمين واصدقائنا واخواننا، بالنسبه لاهالي محافظه نينوى يعني تحتاج انه تكون الوجوه الجديده اللي خاصه الشباب. نعم. اللي انه ترى انه يكون يقدم افضل محافظه نينوى، يعني برأيي انه الوجوه الجديده تتفوق على الوجوه القديمه. طيب الدكتور علي، البعض يقول يعني مرشحين ما عندهم اي برنامج انتخابي، كتل يعني اسست نفسها واستقطبت شخصيات وعندها جمهور لكن ما عندها برنامج انتخابي، ليش لحد الان مثلا المرشح ما عنده اي برنامج انتخابي يقنع به الناخب؟ الكتل السياسيه ايضا البعض عذرا منها ما عندها برنامج انتخابي حسب ما نسمع. يعني طبيعي هناك قاعدة وجودية تقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني هذه مسألة طبيعية جدا. الشخص الذي يعني يعاني من عدم الاكتمال، من عدم النضج، عدم الوعي، لا يستطيع أن يقدم شيء للناس، وهذه القضايا قضايا مهمة جدا. الترشيح لمجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية تحتاج إلى عمل لسنوات وليس لعمل آني فقط، أنا خلاص قررت أنه أرشح بعد شهر أنا رشحت خلاص. نعم. هذا خطأ كبير. نعم. القضية بحاجة لعمل متواصل، عمل كبير جدا، برنامج متمثل، استشارات كبيرة جدا. نعم. حتى تنضج الفكرة بشكل كامل وتقدم إلى الجمهور. نعم. أنا أريد أن أعرج فقط إلى قضية الوعي، وعي الناخبين. نعم. أستاذ عبد الناصر. نعم. أنا أصنف الناخبين في محافظة نينوى وفي كل عموم العراق إلى 3 أصناف. نعم. الصنف الأول طبعا هؤلاء المشاركين فقط الذين يشاركون في الانتخابات، جمهور الأحزاب
لا، الجانب الأول هو الناخب المثقف. نعم. والناخب الواعي. نعم. الذي يعي وعيا مطلقا بأن هذا الصوت هو أمانة أخلاقية وأمانة وطنية وأمانة دينية. نعم. وأن الشخص الذي سيدفعه إلى عضو مجلس محافظة وسيفوز بهذا الصوت، كل ما سيعمله هذا المرشح مردوده حسنة أو سيئة مردود إلى هذا الناخب. نعم. هذا الأول. طبعا هؤلاء نسبتهم ضعيفة جدا. نعم. وقليلة جدا في الانتخابات. أكيد. الشريحة الأكبر مع الناخب المؤدلج. الناخب المؤدلج طبعا الناخب الأول يسمى الناخب العميق. نعم. المثقف. نعم. الذي يعرف أدواته ويعرف فكره. الشريحة الوسطية هي الناخب المؤدلج. هذا الناخب ليس حرا، سيكون يعني تحت سلطة العشيرة أو تحت سلطة القومية أو تحت سلطة العرق أو تحت سلطة المناطقية. ويعني تجدون اليوم يعني العشيرة وشيوخ العشائر يبحثون بشكل كبير جدا وشكل واعي جدا لتدعيم أبناء العشائر عن طريق فكرة الانتخابات، لكن هذا لا يعني أن ابن العشيرة هو أفضل شخص في الانتخابات. يعني يجب أن نتحرر نحن من هذه الفكرة. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة مثل ما يعني قدمها الأستاذ عبد الناصر أنه بيع الأصوات. نعم. يعني هذا الناخب السطحي، الناخب السطحي الذي يبحث عن من يدفع له أكثر. أكثر. يعني من المفارقات العجيبة والمضحكة في الانتخابات السابقة، يعني هناك جمهور من الناخبين واعد أكثر من شخص أنه سينتخب. واعد أكثر من شخص، لكن الأخير يجي واحد عليه يقول له لا تنتخب هذا، لا تدفع الأزيد. يجي عليه ثاني يقول والله انطاني ورقتين. لا. يعني هذاك انطاك ورقه ضحك عليك. كانه القضيه قضيه تجاره. يعني تجارة. يعني هذه للاسف الشديد بدات يعني تمثل يعني حلقه كبيره من الناخبين. استاذنكم بفاصل بعدها نشرح الحوار. شاهد الكلام فاصل وقصير ثم نعود. شاهد الكرام أهلا بكم من جديد. ضيفي العزيزين رحب بكم مرة أخرى. في قبل أن يقرع جرس أستاذ سبهان، البعض يطالب أن تكون هناك كتلة نينوية تجمع كل الطيف السياسي في محافظة نينوى، يعني كل الأطياف اللي موجودة الكتل تكون في كتلة واحدة تمثل نينوى في انتخابات مجلس المحافظة، والناخب هو يختار بالتأكيد اللي يشوفه مناسب. أكيد. يعني أنت مع هذه الفكرة؟ يعني حقيقة يعني أهالي نينوى مثل ما قلنا يعني أهلي مكة أدرى بشعابها. لا. يعني نينوى تحتاج أبنائها. نعم. يعني اللي يعرف عن نينوى وعن معاناتها نينوى يجب أن يكون مواطن يعني من بحث يعني من مدينة نينوى حتى يقدم أفضل خدمات لها لمدينة الموصل. لا. يعني أنا مع أنه تكون الكتلة الأكبر هي من أهل نينوى. يعني تعرف إحنا مرينا بأكثر من مخاض في مجالس المحافظات، انتخابات مجلس النواب. بعض الشخصيات قدمت لا ينكر. ايه. البعض يقول لك الظروف كانت صعبة علينا، قاسية، ما كنا نقدر نطلع. يعني كل واحد عنده رأي محترم، لكن المواطن يريد يعني من مجلس المحافظة القادم أن يكون فعال، متفاعل مع كل الأحداث، متفاعل مع الناس، متفاعل مع هموم الناس. نعم. يراقب بشكل صحيح الدوائر، لا يجامل هذا على حساب هذا. هذا المواطن شو يريد؟ يعني هو مثل ما قلت لك المواطن يريد إخلاص بالعمل. لا. يعني إخلاص يعني عمل جدي صحيح. لا. يعني لا. يعني ينقل مثلا يراقب الخدمات الصحية. لا. يعني الخدمات الصحية عندنا لحد الآن هي معدومة. لا. يعني احنا ثاني مدينة بالعراق. لا. ومستشفياتنا لحد تعبان الآن تعبانة، اشتري العلاج من برا ويقول لك جيب فلاجين من برا. يعني ما كانوا يعني يجيبها من برا كانون يجيب. يعني هذا الشيء اللي نشوفه هاي سنوات. يعني تعرف اكو يعني ناس ظروفها صعبة ما تقدر تشتري سرنجة. بالنسبة يعني هم أهالي نينوى يعني يستحق. يعني بالبلدان الأخرى المستشفيات مو فنادق درجة أولى. لا. يعني بالنسبة VIP أكيد. يعني إيه
هنا يعني من ناحية النظافة بالمستشفيات نشوف يعني معدومة يعني, نعم. يعني وهذه دا تتكرر. أهم شيء بالحياة هي الصحة والتعليم, نعم. يعني للبلد يعني, نعم. يعني إذا المجالين, المجال التعليم قوي يكون بالمدينة والمجال الصحي موجود, هذا المواطن هو المواطن يعني شو محتاج؟ ما يريد منك أكثر. ماذا يقول لك تعال اصنعني مثلا بيتي فرد شيء عظيم او لا, ما لا يحتاج المواطن, هو ده يطلب طلب عام يعني, ما ده يطلب طلب خاص, ده يطلب انه يقول انا اريد صحة يعني مؤسسات صحية يعني من كافة مجالات. انت تراجع مستشفى تريد طبيبي يفحصك بشكل صحيح, يتعامل معك, تدخل في ردها مثلا اجراء عملية, اكو من يهتم بيك, من يتعامل معك, علاجك موجود, ايش يريد المواطن؟ يعني احنا نسمع يعني نسمع انه الدكتور او الممرض يداوم يوم او يومين فقط يعني, يعني هو انت يعني هذه خدمة انسانية قبل ان تكون انه وظيفة او شيء. بالنسبة للطبيب او الممرض يعني من الله سبحانه وتعالى, نعم. يوصلوا لهذا الشيء, لازم يقدم الخدمة الإنسانية على الخدمة المصالح, نعم. يعني, نعم. يعني احنا بدنا نشوف يعني حتى الأطباء ما اختلفت, يعني نظرة ما لها صارت نظرة مادية تجارية, نعم. نقول جميع لكن البعض ان شاء الله, بس احنا نحيي جميع أطباء, نوصل لأطباء فاخرين, نعم. يعني بكافة يعني العالم, مو بس يعني نحن بدنا نشوف اكو مدراء مستشفين مدير مستشفى بالامارات هو من مدينة مصلاوي, نعم. مصلاوي, نعم. يعني يجب ان يكون يعني لهم دور, يعني دور فعال بالنسبة للاطباء خاصة الشخصيات الاطباء العظيمة الموجودة بالموصل. خلي مدير صحة يعني يكون يعاني مثل ما يعاني المواطن, نعم. يعني حتى يوصل للمواطن المريض, ليش المواطن ده يطلع على الخارج ويطلع. يعني احنا إمكانية يعني عندنا إمكانية انه نجيب الأجهزة اللي ما موجودة مثلا نجيبها يعني, نعم. ما يعني هو اهم شيء قلت لك اهم شيء بالصحة والتعليم اكيد الخدمات. بس دكتور علي عذرا, هل راح يتقبلون هذه الكتلة, راح يتعاونون معاها, مو لازم تكون هناك جولات نقاشية بين هذه الكتل بين هذه الأحزاب حتى يأسسون لأرضية قوية صلبة, حتى من يطلقون هذه الكتلة الناس تتقبلها بسهولة وتتعاون معها؟ يعني هو للأمانة كانت هذه الفكرة مطروقة وطرحها أحد النواب الحاليين في مجلس النواب عندما سئل نفس السؤال, هل بالإمكان تأسيس كتلة تضم كل أبناء نينوى بعيد عن التمنطق الحزبي إلى آخره, فأجاب نحن نسعى إلى تشكيل لوبي نينوائي, سماه لوبي نينوائي, ربما يتبادر اسم الشخص إلى ذهنكم الآن, لوبي نينوائي. فأنا بمجرد ما سمعت الفكرة اعتقدت أنها فكرة افتراضية أكثر منها حقيقية, وبالفعل بعد أن فاز هذا الشخص في مجلس النواب ولم تتحقق هذه الفكرة, وأنا أرجع فشلها إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه الكتل السياسية المشاركة في انتخابات سواء مجالس المحافظات أو مجلس النواب طبعا كتل تابعة لأحزاب معينة, والمرشح عندما يأتي ويعني يقدم أوراقه الانتخابية وكذا هناك خلل في الأولويات. أستاذ عبد الناصر, أنا لا أعني الكل, أنا يعني أقصد ربما الشريحة الأكبر, هناك خلل في الأولويات, لأن نينوى لا تأتي دائما في المرتبة الأولى من الأولويات, فبطبيعة الحال ستتأخر هذه الفكرة. هناك أهمية للكتلة, هناك أهمية لرئيس الكتلة, هناك أجندات خاصة, هناك أفكار خاصة, هناك تبعات أو نفقات مالية, هذه يجب أن تراعى في قضية الانتخابات. أنا فيما يتعلق بالمرشح أتحدث فيما يتعلق نينوى, هي ليست رقم واحد في أذهان الكثير من المرشحين أستاذ عبد الناصر, ولذلك يعني لا يمكن تطبيق هذه الفكرة. هذا السبب الأول. السبب الثاني, ديموغرافية الفكر في محافظة نينوى وسيكولوجية الفكر النفسي في محافظة نينوى, هذه محافظة للأسف الشديد لا تنتج قادة. يعني نحن إداريين بالدرجة الأولى, ضباط بالدرجة الأولى, مهنيين بالدرجة الأولى, لكن قادة
يعني لا اعرف اين الخلل. يعني ما تشعر انه نينوى تعاني فراغ سياسي منذ سنوات؟ ليس فراغا سياسيا بقدر ما هو خوف نفسي من هذه المبادره. نحن نخاف من القياده. نعم. نخاف من ان ننشئ قياده تقوم بقياده هذه الاجيال في هذه المحافظه. نعم. اعطني رئيسا لجمهوريه العراق من محافظه نينوى. لا يوجد. يعني باستثناء فتره غازي الياور فتره قصيره جدا وهي بعد الاحتلال مباشره. لكن محافظة بهذه المقدرات الكبيرة، المقدرات الفكرية، وتحتوي تضم جامعة كبيرة لها فضل كبير على كل أبناء العراق، ولا تستطيع أن تنتج قائد. شنو السبب؟ السبب نفسي. السبب نفسي في هذه المحافظة. ينكسر هذا الحاجز النفسي. ينكسر هذا الحاجز النفسي عندما تهتم وتعنى الحكومة المحلية والمراكز المحلية في محافظة نينوى بإنشاء مراكز تهتم بصناعة السياسة وكسر هذا الخوف النفسي في داخل المحافظة. نعم. ولذلك يأتي أبو الأنبار ويأتي أبو تكريت ويأتي أبو بغداد لتأسيس قوائم مهمة في داخل المحافظة وينجح. نعم. ويأتي يعني مثل عندنا رئيس مجلس النواب شباب مولد 81. نعم. وقاد يعني نخب كبيرة من محافظة نينوى. نعم. إلى مجلس النواب. لماذا؟ لماذا لا تبادر المحافظة وأبناء المحافظة أنفسهم بقيادة هذا الأمر؟ لا. لذلك هي القضية النفسية. وعندنا مراكز دراسات موجودة. مراكز دراسات لكنها غير فعالة في الجانب السياسي. لا تهتم بالجانب السياسي. هناك قضايا بحثية أكاديمية حصرا. لكن السياسة لا تصنع في هذه المدينة. لكن على المستوى المهني، المستوى الإداري، تأكيد لا يوجد ضباط، مع احترامي لكل ضباط العراق، لا يوجد ضابط مهني مثل ما تنتجه محافظة نينوى والجيش السابق وغيرها من يعني المجالات العسكرية تشهد بهذا الأمر. أستاذ سرحان يقول لك ليش نجيب ونصرف ونتعب وانتخابات ونجيب أعضاء مجلس محافظات وحمايات وسيارات؟ عندنا محافظ وعندنا حكومة محلية جاءت تشتغل، بلدية، المجاري، الدوائر، الحكومة المحلية جاءت تشتغل، تقدم وانجز وتغير وجه المحافظة. فإحنا ليش نجيب ثقل كمثل مجلس المحافظة من جديد ومحافظة موجودة والأمور ماشية؟ يعني هذا رأي الناس، أنا أطرحه أمام حضرتك. الناس بالنسبة لل يعني أعضاء مجالس المحافظات يعني لهم دور يعني معاون. نعم. أو دور يعني مشارك مع محافظة. نعم. لازم اكو رقابه. تقصد اكو رقابه على عمل المشاريع والعمل مثلا تجي اموال لازم وين تروح؟ يكون حتى الشعب. نعم. أو اهل المدينه يعرف وين هذه الاموال. نعم. ده تذهب يعني. نعم. بالنسبه للمحافظ يحتاج مشاورين او معاونين او مراقبين حتى. نعم. حتى يقدم افضل واكثر. نعم. لاهالي مدينه الموصل. نعم. مثل ما قلت لك انه الناس ترى انه هذه حلقه زائده، لكن بدنا نشوف انه يعني دور عضو مجلس المحافظه هو دور مهم. نعم. يعني عضو مجلس النواب عمله في بغداد عمل تشريعي، لكن من تقصد اوسع من اوسع من هذا من يكون عمل مجلس محافظه موجود رايح يراقب عمل المحافظ حتى يعني. نعم. يعني حتى المحافظ يكون ربطه بأعضاء مجالس المحافظات. نعم. والناس يعني تعرف أنت جنابك من أنت تختار شخصيات من مجلس المحافظة يكونون لهم مقاعد، هم من يختار المحافظ. بالضبط. من يختار معاونين. أكيد. من يختار مدير الشرطة. يعني هم اللي يختار المصقر الموجودة بمحافظة نينوى أو أي محافظة. نعم. هي عفوا استاذ سبهان يعني هذه الفكره. بس خليني اسالك سؤال واكمل اذا سمحت. المال السياسي راح يصير له تاثير كبير في الانتخابات، تغيير البوصله؟ نعم. يعني المال هو عصب الحياه. نعم. يعني سواء كان في الانتخابات او غير الانتخابات. نعم. في كل المجالات. نعم. الاقتصاد مهم. نعم. الانتخابات يعني خاصه لدى المرشحين الجدد. نعم. بحاجة دائمة إلى تمويل وإنفاق مالي كبير جدا. نعم. الانتخابات بحاجة إلى جانب إعلامي وتغطية إعلامية مهمة، وبحاجة إلى التواصل الكبير مع الناس، التواصل العياني. نعم. بحاجة إلى زيارة يعني العوائل المتعففة، الوقوف على يعني احتياجاتهم الخاصة.
لكن هذا المال فيه مشكلة كبيرة، لأنه سيكون في ذمة المرشح. المرشح إذا فاز يجب أن يفكر في إعادة هذا المال، فهذا سؤال محير حقيقة، سؤال يعني يحتاج إلى كلام كثير. نعم. طيب المواطن، يعني ظل عندي تقريبا دقيقة، المواطن شريد من عضو مجلس المحافظة القادم أو من مجلس المحافظة القادم، شريد المواطن بعد هذه التجارب؟ المواطن يعني يريد من مجلس عضو مجلس المحافظة يعني أنه يعاونه باحتياجه، يعني من كافة المجالات، يعني قلت لك المجالات الصحية، المجالات حتى يكون أنه أكو مواطن يحتاج. قبل هذا أستاذ سبحان، يعني أنا من أصير عضو مجلس محافظة أو جنابك أو الدكتور، يعني لازم أنه أخلي المواطن يشعر أنه صوته ما راح اعتباطا. هذا أمانة، أنا انطيتني صوتك إن شاء الله أكون أمين معك وراح أقدم لك الخدمة اللي تليق بنينوى وتاريخ نينوى. هذا المواطن بالضبط اللي يريده. نعم. هو يريد عمل، قلت لك عمل جاد حقيقي، يريد منجز. نعم. عمل منجز. نعم. يعني ما يريد وعود. وعود ملينا من هاي العود، الناس تقول نعم انه تعمل الاستطاعه. نعم. بقدر ما يستطيع. نعم. يعني عضو مجلس المحافظه. نعم. انه يعمل بقدر استطاعته. نعم. الشيء اللي ممكن انه يقدمه للمواطن. نعم. المواطن قلت لك يعني هو يحتاج الخدمات الصحية، يعني المؤسسات التربوية، يعني يجب أن أنه ترقى لي أكثر من. نعم. هذا الشيء. نعم. لأنه إحنا عندنا كفاءات، يعني كفاءة عالية جدا من مدينة المؤسسة. القيادي في المشروع العربي الأستاذ سبحان تشاتشان الحديدي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. إن شاء الله تتكرر هذه الحوارات. شوفك دائما على خير، بارك الله فيك. كما أشكر الدكتور علي عواد عبد الله الباحث والأكاديمي، شكراً جزيلاً لحضورك. شكراً جزيلاً. طروحاتك الجميلة. الله يحفظك. وإن شاء الله دائماً نلتقي على خير. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً لكم. شكراً الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج قبل أن يقرأ جرس، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.